باب الوقف على أواخر الكلم. والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، وعند أبي أمر وخوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلى من قران يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. وروبك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا، وفعله ما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر الصلا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا، وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. أوماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. Thank you.